احلى شاي، احلى شاي، احلى شاي، تيا 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 تلي تيا 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 تيا. سوري. هاي بنات، معاكم يارا، واخيرا احنا وصلنا نهاية السنة. واخيرا هالسنة أنا وايد شفت ترندز في عالم المكياج وعالم البيوتي، بس صراحة من أكبر الترندز اللي شفتهم أهما الجلوس. الجلوس ما تتخيلون إش كثر أنا أحب الجلوس، يعني الجلوسي ترند، وأحب أشوف الناس يلمعون من بعيد، وشي أشوف الهايلايتر من 50 كيلومتر، لأن الحين الجو تحسن وجاء موسم الشتاء والنفسيات تعدلوا. قعدت أفكر حق روحي، مني ومن نفسي، ليش ما أخلي حواجبي يلمعون بعد؟ أدري إن الفكرة ممكن تكون غريبة شوي، بس صدقوني النتيجة بتهبل. فيلا خلنا بدي ويا التوتوريال. سو عشان تحصلون على حواجب نظاف ومنسقين، أكيد استخدموا القلم الشمعي من البراو ستايلر. أول شيء بحدد حاجبي مع طرف القلم، وبسوي أوتلاين من البداية لين القوس إلى النهاية. وهذا اللي بيخليكم تحصلون على شكل محدد. وبعد بستخدم الطرف المسطح عشان أملي حواجبي. تصدقون ان احلى شيء في القلم الشمع انه لين النور يطق حواجبكم شي في لمعه تبين، يعني صوب الشمع هو الافضل اذا تبون تحصلون على اطلاله لامعه. بما ان الحين صار موسم اللمعه وموسم البلينج بلينج، شنو أحسن منتج أقدر أستخدمه عشان أحصل على لمعة زيادة؟ أكيد الـ 24-hour brow setter. الموضوع يعني وايد سهل، بس لازم تمشطون الجل في حواجبكم بنفس اتجاه الشعرة. استخدموا الطرف الطويل من البروش عشان تمشطون الجل في حواجبكم، وهذا الجل اللي بيعطيكم اللمعة من الزين، صدقوني. أهم شيء أنكم صج تمشطونهم عدل عشان يحصلون كمية عدلة من الجل. وعشان اللوك يكتمل، بحط هاي براو جلو تحت حواجبي من البداية لين النهاية. أنا قمت أسوي هاللوك كل يوم، كل يوم، من كثر ما أحب اللمعة، واي ما أقدر. هذا المنتج يعني يرفع حواجبكم ويكبر عيونكم ويفتحهم، يعني شنو تبون أكثر من كذي؟ وحق إطلالة ناعمة وشي يعني وحريرية، تقدرون تحطون من فوق قوسكم لين نهاية الحاجب، تحطون شوية هناك. صراحة بحط أكثر من شوي عشان تحصلون هاي اللمعة اللي تبين ودمجوا ويا صبعكم. أنا الحين بحط فلاش على تليفوني وبراويكم اللمعة، ما أقدر. فخطوات سهلة وسريعة تخليك تحصلين على لوك ناعم ولماع للشتاء. فكتبوا في التعليقات أي فيديو تبوني أسويه، أي تحدي، أي ترند، أعوذ بالله. فكتبوا في التعليقات أي فيديو، أي تحدي، أي شيء تبوني أسويه، وأنا جاهزة. فبشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. سووا لي فولو على إنستغرام، وإن شاء الله طول عمركم تلمعون من بعيد. تيا 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 تيا.